مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. يتجدد اللقاء معكم في جولة جديدة لمنشأة الصحافة، سنتناول خلالها أبرز ما طبع في الصحافة المحلية والدولية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي مساعد حسين المغلم. أهلا بك أستاذ. حياك الله، يا أهلا فيك، صباح الخير. والآن نبدأ حلقة منشأة الصحافة من صحفنا المحلية. انطلاق جولتنا مع محطتنا الأولى من صحافتنا المحلية، وهذا العنوان الرئيس من صحيفة الجريدة، نواف الأحمد العضد الأمين للمقام السامي. وفي عنوانها الشارح كتبت: الأمير اعتزاز بالمسيرة الحافلة بالتفاني والعطاء الدائم في خدمة الوطن والشعب. وفي تفاصيل الخبر ذكرت أن اليوم يصادف الذكرى 14 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد مهام منصبه وتأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة للعهد، بعد أن اختاره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عضدا له في استكمال مسيرة البناء والنهضة. وفي السياق ذاته تناولت صحيفة السياسة هذه العناوين: الأمير لولي العهد نعتز بمسيرتكم الحافلة بالتفاني والعطاء. سموه أكد في الذكرى 14 لتولي أنه دوما خير السند والعدد والعون. نواف الأحمد صاحب السمو عزز مكانة الكويت في المحافل الدولية بفضل حكمته وحنكته. أستاذ مساعد، ماذا تقول بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين؟ أولا نهنئ سمو سيدي ولي العهد الشيخ سمو الشيخ نواف الأحمد على الذكرى 14 في لتولي ولاية العهد، وهو خير عضد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى سمو الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد بموفور الصحة والعافية. طبعا سمو ولي العهد هو ليس جديد في الحقل السياسي، من عام 1962 عندما كان محافظا لحولي، مرورا في 4 وزارات، واليوم يكمل مسيرته في ولاية العهد. نسأل الله له العمر المديد. هذه كلها كان كل وزارة له فيها بصمة، واليوم أيضا ولاية العهد لها فيه بصمة أيضا. سمو التواضع، ننظر له كوالد قبل أن يكون ولي عهد، ننظر له أنه قائد. أيضا تجديد الثقة لسموه من سيدي صاحب السمو هو بحد ذاته الثقة الكاملة لسموه، وهو أهلا لها. لذلك نهنئ سموه في الذكرى 14، سألنا المولى عز وجل أن يمتعهم بموفور الصحة ودوام العمر إن شاء الله. آمين. وننتقل إلى صحيفة الكويتية وعنوان آخر: برنامج عمل الحكومة آلية لتشجيع العمل بالقطاع الخاص والحد من إنشاء جهات حكومية جديدة. أما صحيفة النهار تناولت إعلان وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد. وفي صحيفة الرأي نقرأ هذا المنشط الصالح للقوى الكويتية المشاركة في أمن الخليج: مواصلة اليقظة والجاهزية، وأشاد بالجهود الإماراتية لإنجاح التمرين. نتحول إلى صحيفة القبس التي قالت أنه في فزعة إنسانية تستهدف إنقاذ الآلاف من اللاجئين، أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس حملة تستمر يومين لجمع تبرعات لإغاثة النازحين السوريين في دول جوار سوريا الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة ضمن حملة الشتاء الدافئ. أما صحيفة الأنباء كتبت تحت شعار الكويت بلادنا الكويت: تنطلق مساء اليوم في نادي الأساطير للبلياردو والسنوكر بالسلمية بطولة البلياردو والسنوكر الأولى بين المصنفين الأوائل في الكويت وقطر. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى عناوين الصحف العربية والعالمية.
في المانشيت الدولي، تناولت لوموند الفرنسية التوتر في الشمال السوري والتهديدات التركية للنظام السوري، حيث جدد أردوغان يوم الأربعاء التهديد بشن هجوم عسكري سريع ضد القوات السورية في منطقة إدلب، بينما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مثل هذه العملية ستكون الخيار الأسوأ. في غضون ذلك، تتهم العديد من المنظمات غير الحكومية النظام السوري وروسيا باستهداف السكان والبنية التحتية المدنية. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن نصف المرافق الصحية في المنطقة البالغ عددها 550 منشأة لا تزال خارج الخدمة. أيضا نفس الموضوع نقلته يعني شفق في نسختها الإنجليزية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، مؤكدا بالقول ذات ليلة قد نأتي على حين غرة. وأشار أردوغان إلى أن تركيا أعدت خطة عمليتها العسكرية في محافظة إدلب التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل النظام ودعمه. وأكد الرئيس التركي بالقول عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلف ذلك. أستاذ مساعد، يعني واضح أن المفاوضات التركية الروسية لم تصل إلى نتيجة مرضية، ومن الواضح أن لغة التصعيد هي السائدة. ماذا نستنتج من ذلك؟ طبعا قد تكون مواجهة عسكرية في قادم الأيام. نحن نتحدث عن القوات السورية أيضا مدعومة من روسيا من جهة، والفصائل السورية المعارضة مدعومة من تركيا. تركيا بالأمس هددت بأن هناك 12 نقطة مراقبة في إدلب يعني تحاول تركيا الحفاظ عليها. أيضا تركيا لم يعني بالنسبة لما قدم من قبل الروس فيما يعتبر الخطة، قدمت ورقتين، أحدهما خريطة والأخرى ورقة تتحدث عن مراكز المراقبة وأن تتغير بشكلها، إلا أن هذا أيضا وجد استياء من قبل حكومة أنقرة. اليوم تركيا تتدخل في المنطقة بشكل عام، إن كان في سوريا أو في ليبيا. لذلك أعتقد أن هناك أيضا توسع دائرة الصراعات بالنسبة للداخل التركي، للحكومة التركية. فيما يخص الشأن السوري، مثل ما قلت لك هناك نقاط مراقبة. الغريب في الأمر اليوم عودة الصحف المحسوبة على حكومة الكرملين في روسيا لانتقاد بشار الأسد الرئيس السوري، ويعتبر الرئيس السوري هو حليف لروسيا بالنهاية وروسيا حليفة له، ولكن توجيه النقد هذا يدل على أن هناك أيضا استياء من أداء، دعنا نسميه عدم جدية أو فعالية الجيش السوري مع الدعم الروسي للحصول على مناطق، علما أن هناك تقدم للجيش السوري، إلا أن الصحف الروسية اليوم توجه نقد للرئيس بشار الأسد من جهة، وأيضا هناك نقد موجه أيضا لأردوغان. المنطقة بشكل عام تدخل في ضمن دائرة صراعات، خاصة فيما يخص المناطق الآمنة التي وضعتها تركيا. أيضا هناك في قادم الأيام مباحثات روسية تركية حول هذا الملف. إذا أستاذ مساعد، هل ترى أن الوضع يزداد سوءا في سوريا بتدخل تركيا؟ بلا شك، يعني اليوم تركيا تتدخل بطريقة بحسب الادعاء السوري، هنا نتحدثنا بطريقة سافرة بالنسبة لوجود نقاط متقدمة. يعني اليوم نتحدث عن إدلب، تواجد تركي في إدلب وهي لا تقع من ضمن منطقة حدودية بل هي في داخل السوري، وهذا يعتبر تدخل بطريقة أو بأخرى من منظور الدول، خاصة اليوم الدعاء السوري نفسه يدعي أن هناك تدخل في العمق السوري نفسه. لذلك اليوم نجد أن هناك صراع قد يتفاقم في قادم الأيام. إذن أستاذ مساعد، في ضوء هذه الأزمة، نعم، جرت اتصالات بين أردوغان وبين ترامب، ما المتوقع من واشنطن في حال اندلعت مواجهات مباشرة مع النظام السوري؟ لا ننسى أن هناك إشارات إيجابية أيضا في نفس الموضوع، هناك دوريات مشتركة اليوم بين روسيا وتركيا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أيضا على الطرف المقابل هناك تغذية للصراع من خلال دعم الفصائل المعارضة من قبل تركيا وأيضا دعم روسيا إلى قوات الأسد. لذلك المواجهة العسكرية ستكون حتمية، وأيضا هناك نزوح أكثر من 600,000 لاجئ اليوم نزحوا من إدلب، وهناك يعني حرب واقعة. حتى اتفاق وقف إطلاق النار
تم اختراقه. إذا نحن أمام سيناريو آخر من سيناريوهات الأزمة في سوريا. لذلك نحاول اليوم كتحليل القراءات أو بما يعني أن هناك صراع حقيقي ما بين الروس والولايات المتحدة على طاولة سوريا. وهناك أدوات تستخدم، إن كانت حتى تركيا اليوم تعتبر موجودة ليس لها دور فعلي، بحيث أنه السطوة الأخيرة بالنهاية للولايات المتحدة في قطاع وروسيا في قطاع آخر. لذلك اليوم الصراعات الدولية هذه تؤزم الملف السوري. نعم. وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت. أخبر وزير العدل الأمريكية ويليام بار مقربين من الرئيس دونالد ترامب أنه قد يستقيل إذا واصل الرئيس التغريد بشأن التحقيقات التي تجريها وزارته بشأن صديقه، مشيرا إلى مواجهة محتملة بينه وبين الرئيس على استقلال وزارة العدل. وحتى الآن تقول الاندبندنت تحدى ترامب طلبات بار العامة والخاصة كي يلتزم الصمت بشأن مسائل تطبيق القانون الفيدرالي، ولم يتضح على الفور ما إذا كان بار قد أوضح موقفه مباشرة لترامب. أستاذ مساعد، يعني عدد لا يستهان به من موظفي البيت الأبيض والإدارة غادروا مناصبهم بسبب معاملة الرئيس ترامب، هل سيلتحق وزير العدل باللائحة؟ طبعا الساعات الأخيرة بالمتابعين يعني لهذا الشأن تم نفي استقالة المدعي العام اللي هو وزير العدل طبعا على لسان الناطقة باسم وزارة العدل الأمريكية، وتحدثت أنها كانت وسيلة ضغط على الرئيس ترامب لوقف هذه التصريحات. إلا أن ترامب أيضا الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى أنه من حقه التحدث من ناحية قانونية فيما يخص القضايا الجنائية. اليوم كل هذا اللي ما يحدث في الساحة الأمريكية هو صراع ما بين حزبين دائما، يعني نضاحة في هذا القالب. البعض يحاول يعني إنجاح خاصة الانتخابات الأمريكية على الأبواب، البعض يحاول إنجاح الحزب الجمهوري، والآخر يحاول أن يضع أيديولوجيات الحزب الديمقراطي وأن يعري يعني نقول الحزب الجمهوري. إذن هو صراع بالنهاية، وإن كان بعضه مباشر من خلال التصريحات والآخر غير مباشر من خلال الأفعال. إلا أن وزير العدل فيما يخص سؤالك الكريم نفى تقديم استقالة حسب ما تم التصريح فيه أو الدلو فيه من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الأمريكية. نعم. وننتقل إلى أزمة كورونا، وفي خضم هذه الأزمة ملامح حرب إعلامية بين الصين وأمريكا. تحت هذا العنوان أفادت صحيفة المستقبل بأنه خلال الساعات الأخيرة تبادلت الصين والولايات المتحدة الضربات التي استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإخبارية، بما ينذر بانفجار حرب إعلامية بين الدولتين. وأعلنت بكين الأربعاء أنها ستسحب تصريح العمل الممنوح لثلاثة من مراسلي جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية الذين يعملون في البر الصيني الرئيسي. وهذا أكبر عملية طرد تقوم بها الصين تجاه وسائل إعلام أجنبية في السنوات الأخيرة. جاء تحرك الصيني في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعامل وسائل الإعلام الصينية على أنها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد التي تحكم معامل هذه المؤسسات المتهمة من جانب مسؤولين أمريكيين بممارسة دعاية لبيكي وفق ما نشرته صحيفة الرأي الأردنية. أستاذ مساعد، ما أسباب هذه الإجراءات ضد وسائل الإعلام في البلدين بتقديرك؟ طبعا في البداية كانت هي من الولايات المتحدة، هم أعتقد خمس وكالات إخبارية، منهم وكالة شينخوا وسي جي تي إن وتشاينا ديلي تشاينا وصوت الشعب. الغاية من هذا هو منع وجود أي يد للحزب الشيوعي داخل الولايات المتحدة للتأثيرات. إذن الولايات المتحدة هي من بدأت هذه الحرب الإعلامية. بالضبط. نعم. هي طبعا تبعات لحروب اقتصادية أيضا، يعني نحن نتحدث اليوم نذكر في ذلك شركة هواوي، والحديث عن هواوي تحدث أيضا الرئيس دونالد ترامب ومنعها، وحصل فيه لغط ما بين الدولتين أو صراع بالتصريحات أو حرب التصريحات. بالنسبة للوكالات الإخبارية أو الوكالات الإعلامية أيضا لا تتمتع بحق الحصانة، يعني اليوم نتحدث تخضع إلى قانون
هذا بتصريح المسؤولين اللي وضحوه مسؤولين البيت الأبيض أنه سوف يتم تصريحها على وفق القانون الأمريكي للوكالات اللي هو FARA أو نسميه فارة. بموجب هذا القرار سوف تتعامل وكالات الأنباء الصينية، طبعا هي رسالة أيضا كردة فعل مع الولايات مع الصين ومحاولة ضغط، خاصة أن اليوم الصين أيضا تعاني من تغطيات إعلامية فيما يخص كورونا، فهذا يعتبر أيضا وسيلة ضغط. أضف على هذا أن هناك اليوم ما نتحدث فيه الخوف من المد الشيوعي داخل الولايات المتحدة، إذن هو تحييد للمد الشيوعي داخل الولايات المتحدة أو الفكر الشيوعي داخل الولايات المتحدة. نعم، وننتقل إلى موضوع آخر، حيث طورت شركة بلودوت ومقرها في تورونتو الكندية برمجية حسابية قادرة على الاطلاع على مئات الآلاف من المقالات الصحفية يوميا وبيانات الملاحة الجوية لرصد انتشار الأمراض المعدية ومتابعة أخطارها. وتقول الشرق الأوسط أنه في حالة فيروس كورونا المستجد الذي انطلق في الصين، أرسلت بلودوت إلى زبائنها تنبيهات اعتبارا من 31 من ديسمبر، أي بعد أيام قليلة على أولى البيانات الرسمية لهيئات الصحة الرسمية الكبرى، وقد توقعت بشكل صحيح الدول التي قد ينتشر فيها الفيروس. الغارديان أبرزت إجراءات بريطانيا التي تقضي بإغلاق حدودها أمام العمال غير المهرة وأولئك الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية كجزء من الإصلاح الأساسي لقوانين الهجرة التي ستنهي حقبة العمالة الرخيصة في الاتحاد الأوروبي في المصانع والمستودعات والفنادق والمطاعم. لكن قادة الصناعة اتهموا الحكومة على الفور بالهجوم على الاقتصاد، محذرين من عواقب كارثية مع فقدان الوظائف والإغلاق في المصانع والشارع الرئيسي. أستاذ مساعد، ما قدرة سوق العمل البريطانية على تحمل هذه الإجراءات، وهل يمكن أن تسبب اضطرابات بين الحكومة وأصحاب المصانع؟ طبعا احنا نتحدث اليوم، بريطانيا للتو خرجت من الاتحاد الأوروبي، لذلك التأثيرات الاقتصادية والمؤثرات الاقتصادية عديدة، وأيضا برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة البريطانية ستكون عديدة إن كانت إيجابية أو سلبية. ولكن اليوم مثل هذه القرارات، وخاصة بعد خروج بريطانيا المؤخر من البريكسيت من الاتحاد الأوروبي، إذا نحن نتحدث اليوم عن قرارات يجب أن تكون هناك يعني فيها تريث. وجود اليوم إخراج هذه العمالة راح يرفع معدل الأسعار إن كان على سبيل المثال في الفنادق أو غيرها، ووجود أيضا عمالة بريطانية عمالة غالية التكاليف بعكس العمالة المهاجرة. لذلك أنا أعتقد أنه هذا القرار يخضع لمعايير انتخابية وبرلمانية داخل مجلس العموم البريطاني ومحاولة الضغط ما بين الأحزاب. أيضا هناك اليوم القوى العاملة والاتحادات العمالية أيضا ستشجع هذا القرار لتوفير الفرص والوظائف للبريطانيين أنفسهم، ولكن أيضا هناك نظرات أيضا سلبية، يعني نقول على مثل هذه القرارات. هناك تقنين، نعم هناك تقنين، ولكن النظرات السلبية هنا نتحدث عنها بتأثيرها على مدى مستوى الأسعار سواء الإنتاج الأولي أو المصانع أو الفنادق أو غيرها. لذلك أنا أتوقع أنه هذا القرار مثل هذا القرار سوف يتم العمل فيه، ولكن ليس في بشكل عاجل أو بصيغة عاجلة، بل سيأخذ التريث في الموضوع بعد ما يتم تطبيق أول إضراب، وهذا من وجهة نظر الشخصية. بعد تطبيق أول إضراب راح يكون هناك تغير في النهج الحكومي أو تليين من الجانب الحكومي. إذن برأيك هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التريث حتى تطبق على أرض الواقع؟ لو كانت بريطانيا لم تخرج من البريكزيت، نعم، لكان الأمر هين عليها، لكن اليوم نحن نتحدث عن تحديات اقتصادية جمة تواجه الحكومة البريطانية، فمثل هذه القرارات قد تؤثر أيضا حتى على مستوى وأسعار الصناعات في بريطانيا. نعم، وننتقل إلى مناقشة مقال اليوم لكن بعد الفاصل.
مقال اليوم اخترناه من صحيفة الدستور الأردنية بعنوان المعلومة مفتاح للحرية الإعلامية. تقول فيه كاتبته نيفين عبد الهادي: في توفير المعلومات قطع لنصف طريق الحريات وإغلاق الباب كاملا أمام أي إشاعات أو أخبار كاذبة قد تنتشر عبر أي وسيلة لتبادل المعلومات بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. أضف إلى ذلك أن حرية الوصول إلى المعلومات تعد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بتطبيقها. وحسب الكاتبة يبقى منتصف طريق الحريات الآخر رهن الممارسات والتطبيق على أرض الواقع في فسح المجال لممارسة الحريات المسؤولة. ودعونا هنا نضع 1000 خط أحمر تحت كلمة مسؤولة، فالحرية دون مسؤولية تدخل في مربع الفوضى، ولعلها أسوأ أنواع الحريات تلك البعيدة عن المسؤولية والمجردة منها، وهو ما يرفضه كل صحفي وإعلامي مهني. ولكن حتما في الممارسات الصحيحة استكمال لطريق الحريات حتى نهايته بكل حرفية ونموذجية. كاريكاتير اليوم بعد الفاصل. أستاذ سعد، كاريكاتير اليوم من صحيفة الأنباء. يعني لطالما خرجت من الكويت حمامة السلام، نحن نتحدث عن بطولة أيضا حتى في الكويت، خرجت من الكويت بطولة الصداقة والسلام، والكويت هي مؤتمر لإعادة إعمار العراق، الكويت أميرها يحمل لقب قائد الإنسانية، الكويت اليوم هي الوسيط في الأزمة الخليجية، الكويت هي المسعى الحقيقي للسلام في المنطقة. الكثير يعني من المواقف الكويتية المشهودة لدعم السلام ودعم التنمية في كل الدول وفي كل الأقطار، لذلك نجد أن المساعدات الكويتية أيضا فيما يخص التنمية البشرية، لذلك تجدين أن هذه البلد المعطاء، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ كل بلاد المسلمين، نجد أنها دائما وستبقى إن شاء الله داعمة للسلام لكل دول المنطقة. وسألنا الله عز وجل أن يحفظ أميرها وولي عهدها، خاصة أن نحن مقبلين على أعياد وطنية، لذلك نهنئ مقام سيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم الشعب الكويتي، ودام الله أفراح الكويت إن شاء الله. آمين. وهذا ما يميز الكويت بأنها بلد الإنسانية وأميرها هو قائد الإنسانية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام منشأة الصحافة. أشكر ضيفي المحلل السياسي مساعد حسين المغنم على وجودك معي في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم. إلى اللقاء.